ابني بيبص لي وهو نايم بالليل يقول لي مامي why do you have scary eyes. يعني بقت عينيكي مخيفة. بيقولي لي يا ماما بقيتي مخيفة. اقول له ايه؟ اقول له اصل الدكتور بيقول ان انا رد سكون وعندي 52 سنة وجات له وانا عجوزة. اقول له ايه؟ اقول له ايه يا دكتور وانا ابني بيقول لي كده؟ ارد عليه اقول له ايه؟ اقول اصل الدكتور بيقول ان دي 15,000 دولار ما دفعتهمش بقرر يشوهني عشان اداني قد فلوسي، عمل لي عملية على قد فلوسي. اقول له كده؟ اقول له كده؟ تحب اقول له كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فوضت أمري إليك يا رب، فوضت أمري إليك يا رب، لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين. بجد 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 أنا مش هطلع أتكلم تاني والله العظيم، والله لو قلت إيه، والله لو مواقع الدنيا كلها طلعت، والله أي حد أي حد ينصره منه لله، اي حد هينصره منه لله. انا كل اللي انا